طيب خلينا نبدأ وندخل في عمليات الشفط بتاعت الدهون. الناس بتخاف قوي أول ما تسمع عملية شفط دهون. هل العمليات دي اختلفت، بقت بسيطة عن الأول ولا ما بقتش بسيطة؟ نتيجتها سهلة؟ بتبان بعد قد إيه؟ كل دي معلومات الناس بتبقى عايزة تطمن قبل ما تدخل يعني تحت المخرطة. تمام. عايزين نقول إن عملية شفط الدهون هي من الحاجات اللي بتغير شكلك أكيد 100%. يعني لا يمكن تكون دخلت عملية شفط دهون وتطلع شكل جسمك زي قبل العملية. انت هتكسب خلاص، لان الجراحات هي الحاجات الاكيد في تغيير شكل الجسم. بس ممكن يجي لك حد تقول له لا انت مش محتاج شفط دهون، انت محتاج جلسات بس. طبعا لو السمنة قليل قوي او السمنة مفرطة قوي، يعني مثلا حد عنده ارداف مهولة، لا نيجي نقول يا اما تعملها على مراحل يا اما تعمل عمليات سمنة مفرطة. أوكي. ممكن واحد جلد، يعني واحد حاجة صغيرة قوي، مكان لسه بيطلع جديد، ساعتها اقول له لا حضرتك مش محتاج، حضرتك تخش على الأجهزة او على الحقن او على الكافيتيشن تتخلص من هذه السمنة الموضعية البسيطة.